سليمة ماشي ديال الخميس. هلا بركة الله. بون اون فا كومونسي اول بودكاست. احنا بدينا في كورونا. السلام عليكم. سليمة بودكاست نهضروا فيه على لي ميتي ديال السينما. كيطلع الجينيريك شي يكون فيه بزاف د السميات وبعض الناس كنقولوا او واش كاع هاد الناس خدامين على هاد التورناج هذا. اليوم غادي نهضروا على بزاف يكونوا بزاف ديال لي زيبيزود. كل ابيزود نحاولوا نهضروا فيه على ان دي ميتي ديال السينما. وانا سعيد جدا لقاش الصديق ديالي حمزه عاطفي هو لو بروميي انفيتي ديال هاد البودكاست. حمزه كي داير؟ بخير. ايكوت سام في بليزير اخي. انا سام في بليزير ك فكرتي فيا باش نقولوا بسم الله. نقولوا بسم الله فهاد لو كونسيبت. خصوصا ان في الميتي ديال السينما حنا كنهضروا على ليماج باسكو السينما غادي جو سومون انفيتي الناس اللي خدامين في التلفازه وداكشي. ولكن كتلقاو الناس كي توش ا بليزيور كور دو ميتي كيخليهم انهم يكون عندهم واحد النظره مختلفه. دونك الحلقه ديال اليوم غتكون مخصصه للميتي ديال دي او بي دايركتور اوف فوتوغرافي ولا سينماتوغرافر ولا ديريكتور فوتو ولا مدير التصوير بعجاله ولا دون دي مو سامبل. حمزه دي او بي شنو هي الخدمه ديالو؟ الوغ بعجاله مزيانه بعجاله. ما تعرفش بعجاله صراحه. خذ وقتك حنا في بودكاست. مالنا ما تابعنا والو. فوتو فير فيتي اي بيان. دونك المدير التصوير هو الشخص اللي مكلف بالترجمه. تيدير سي ان ترافاي دو تراديكسيون من دي زيدي ديال ان رياليزاتور تاع سكريبت فيغ لا رياليتي. اي كونكريتيز واحد النظره ديال المخرج انه بلا لوميير تكتب الفيلم. ها اوكي. انا كان عندي واحد واحد ليكزامبل فهاد النطاق حمزه. سي ما بقيتش عقل كاين رياليزاتور مي كان واحد رياليزاتور جا كيهضر مع الدي او بي ديالو قال ليه هاد لا سين جو فو كوني لا بيرسبكتيف ديال ان بينغوان كي غليس سور لا غلاس. قال ليه بحال اللي قلتي بطريق طائر ديال البطريق كي غليس سور لا غلاس. والدي او بي ويشوف فيه قال ليه دونك بغيتي ترافلينغ. قال ليه نو 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 جو في ان بينغوان كي غليس ترافلينغ او با جو مون فو. يعني هادي واحد المدرسه ديال لي رياليزاتور اللي كما قلتي هاد القضيه تاع التراديكسيون. يعني بالكلام كيجي مخرج مثلا تيقول ليه هاد لا سين غادي ندوز في الغروب ديال الشمس. سي بلوس مثلا تتقرا السيناريو و ديسكوتي بيان سور لا تمسك الفيلم وداك الشيء. الا عندك ان ثريلر بسيكولوجيك الطريقه باش تو فا اكليري راه ماشي هي الطريقه باش غتصور اون كوميدي. بيان سور دونك ديجا هي ان مود تتكري ان مود وهداك لو مود خاصو يكون متجانس من بدايه الفيلم حتى لاخر الفيلم. بيان سور سا سي تا هو صافي بارتي دو طرافاي ديال مدير التصوير هو لوموجينيت. لا ولكن تسنى حمزه باش هاد زعما هاد القضيه هادي فاش كتقول لاقاش كاين واحد الرياليزاتور عنده اون فيزيون. واش هاد دي او بي تيجي مثلا تي دير داكشي اللي قال ليه الرياليزاتور ولا تيقترح عليه ولا كومون سا سباس كونكريتمون؟ كونكريتمون سي اون ديسكوشن. سي كل واحد ان تربات فيا اي ميم مانتنون جيسي دو ترانسميتر لا شوز سي كو كونط اون في دو سينما حتى واحد ما عنده الحق حتى واحد ما غلط. ها اوكي. دونك دو مومون كو حتى واحد ما عنده الحق حتى واحد ما غلط du moment que tu arrives à argumenter tes choix, ils ont un sens. ولكن زعما مثلا اللي بغيت نقول هو الرياليزاتور كيتسنى من الدي او بي ديالو انه يبروبوزي شي لعيبات وبتاتر سي با الكا من كوريج ما سي جي تور من الكافار ولا زعما الالكترولا. سا ديبون دي زيكول. ها كاينين المخرجين اللي تيجي عارف اش غيدير او مليمتر بري. هذيك الساعات تكون معاه او طون كو شيف اوب تو اكزيكوت اكومبانياتور تو اكزيكوت. هذه المره حتى هذيك القضيه ديال تبروبوزي خليها حتى الفيلم الجاي ديال هو جاي عارف شنو باغي الى اون فيزيون كلير اي تو ترادوي ا لا لتر. شنو باغي هو تو كونكريتيز شنو باغي هو باسكو هو يبا با بروندر لو طون دو با
parler des projecteurs, des machins, des techniciens, des trucs. Et généralement, c'est des réalisateurs qui sont très féreux de technique. Donc, le film Diallo, tu connais un d'Odekchi, papier musique. Ah, il y a exactement film Marine. Arf le shot, généralement, tu te fais un storyboardé, arf d'Odekchi au millimètre. Puis, tu as des réalisateurs ou des metteurs en scène. Moi, j'aime bien différencier entre réalisateur et metteur en scène. Parce que réaliser, c'est juste, tu as un texte et tu as réalisé. Un metteur en scène, il crée. Donc, il y a ce côté créatif. Donc, Kenny Moukhrijin, on a fait les deux écoles. C'est ce qui est intéressant. C'est que maintenant, on a fait un Moukhrijin qui est chauffé. On a fait un Moukhrijin, le plateau de Yelk. Ah! Donc, c'est l'extrême de la liberté que j'ai pu avoir sur un film. C'est une squille chouille française. Généralement, parce que ce qu'on fait, l'école française, c'est que tu dis effectivement un réalisateur ou un directeur d'acteur. Exactement. C'est l'acting et la mise en scène. La mise en scène, exact. Tu dis, tu dis, les comédiens, ils sont là ou rien d'autre, parce qu'à ce moment-là, il y a tel intérêt de tel machin, machin, tac, 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 tac. Tu bloques avec les points clés de la scène. Après, tu lui proposes un découpage. Ah, d'accord. Je n'ai pas de découpage. Je ne sais pas si tu as un podcast. زعما الغرض منا اننا نديروا لهم شويه ديال زعما نفسروا لهم شي حوايج ديكوباج ناو الوغ ان ديكوباج سي كو مثلا الى خدينا اون سين نيمبورت كيل سين يوسف رونتر بار لا بورت اي ريكوبير لا كلي بوي ساسو داكور دونك عندنا 3 اكشن حل الباب خدا الساروت وجلس هاد الطريقه نقدر نصورها بما لا نهايه ديال الطرق بقاش كل واحد كيف ما هو غيتخيلها نقدر انايا دون مون ديكوباج هو طريقه ديال التقطيع ديال لا سين نقدر نصور البلان الاول ديال ان لارج و جو سيتو فين كاين هادي يوسف و اين باب غيحل تيحل الباب جو في ان سيري على يعني غرو بلون على يديه مثلا كتحل في اللوكي لا مثلا Je fais un large, حليتي الباب. Je te situe نتايا يوسف dans un environnement, un espace. Puis, tu ندير un serré, un très gros plan على واحد السوارت محطوطين. Donc, je dis au spectateur qu'il va se passer une action مع هاد السوارت. هي فاش كتجي نتا وكتهز السوارت. Et là, je peux faire un large, اللي تمشي تجلس ولا je peux faire un travelling pour t'accompagner من السوارت للجلسة. Donc, il y a autant de façons de كيفاش غتمقص كيفاش غتصايب لو بوزل ديال هذا الفيلم ست مقاس اون فيت يعني مثلا ولكن المهم فهادشي اللي قلتي سي كو هادشي كامل نورمالمون مدروس يعني بحال دابا مثلا كتقول غادي نفتتح بان غرو بلون شنو هو الغرض منه وان داك اللي كيتفرج مثلا يعرف بلي هادسي يدخل للبيت ماشي قربتي ليه الباب حل ما عرفتي واش دخل للبيت ولا دخل للطواليت ولا دخل ميريو ولا هذا من بعد فاش كتوري الصور تقول من سميتو عرفوا باش تكون ديك القضيه ديال لو سبيكتاتور تيقول شي حاجه غتوقع مع هاد الصور مثلا دونك فهمت هاد القضيه هادي ديال ديكوباج جيسبر الناس هما اللي يكونوا تفرجوا كاينين دي رياليزاتور اللي معروفين بالديكوباج بزاف مجهدين وكاين لا كاين اللي لحقاش الديكوباج وداكشي كامل اللي غادي نهضروا عليه في هاد لي بودكاست كاملين ديال سوليما وهنا فين غادي نطلب منك باش تتفق معايا حمزه هي القضيه ديال ان كاين واحد لي ريغل الا كنت عارف دوك لي ريغل علاش مديورين تقدر انك ترانسغريسي دوك لي ريغل لحقاش بغيتي تقول شي حاجه اخرى تماما ها دونك دابا كتقول ديكوباج مثلا انت اون طون كو دي او بي كتدخل في هذه القضيه ديال انك تديكوبي مع الرياليزاتور تقول ليه بغينا هذه اللعيبه هذه اللعيبه تم بروبوزي جينيرالمون تكون اون كولابوراسيون تجي المخرج عارف شنو هي لا ميز اون سين اللي باغي يدير تيدير اون ميز اون سين تيدير اون ريبيتيسيون افيك لي كوميديان تشوف واش سيت ميز اون سين راكونت لي زانتونسيون اللي باغي يوصل لو سبيكتاتور مثلا انايا تيقول ليا مخرج بغيت نحس بالقلق بغي يحس بالقلق فيك سميتو بغي يحس بالقلق دون لو سونس بالقلق كومون تو فيك فاس بغيتي تحس بالقلق مو تو سامبلومون تقول لي القلق جو بو تبروبوزي دو فاصون تخوا فاصون كات فاصون بغيت نوري واحد مستريسي جو بو الي سيغ ان تري غرو بلون ديال عيني بحال هادوك ديال الويسترن اكزاكتومون نقدر ناخذ غير
على حساب لا ميزون سين المخرج اللي كان داير وجالس تتسنى في التران ومقلق وزربان يا دي تيك نيرفو دون الكور نقدر انا نفوكاليزي على داك لو تيك نيرفو دون ديكوباج فهمتي نقول لي تيان سا سري بيان كو نديرو واحد الكرو بلون ديال صبعو تيدير تيضرب فهمتي ولا ان تيك نيرفو كي بو Et là, je crée une intention dans le découpage. Alors, d'abord, on a le métier, c'est un peu de rien. On a créé un peu de marsari, on a créé un peu. جاوبت شويه لور علاش لاقاش هضرنا على الدي او بي قلت لي ريسبونسابل على ليماج اكسيتيرا ماشي ولكن دابا حنايا في ان تورناج دخلنا التورناج شنو هو الدور ديالك شنو هو ليكيب شكون هي ليكيب ديال الدي او بي اكزاكت دابا حنا دوينا مشينا بلوس فيغ لا بسيكولوجي لا بسيكولوجي ديالك سميتو لا ريفليكسيون دابا نطيحوا الارض دونك عندك ان ديريكتور فوتو اي ريسبونسابل دو ديبارتمون ان فيت ديريكتور فوتو اي ريسبونسابل دو اي حاجه غتشوفها في ليماج من غير ليكيب ديالو il est aussi responsable de le make-up la coiffure ah bon? costume اي حاجه غدوز في ليماج اه وي داكور سا دو اتر اون كونسرتاسيون معاه من هذا المفهوم فهمتها ولكن شنو هي ليكيب ديالك انا دابا تنقول لك لو شون دو ريسبونسابيلتي ديال راه ليميت هو الان موان زام ورا المخرج انا pour moi selon mon petite expérience كاين الان موانز ديال المخرج هو الدي او بي والان بلس 1 هو المونتاج هو المونتاج اكزاكتو ولا الا ما كنعطيو الا ما عطاوكش شي اوتوريزاسيون ديال السي سي ام السي سي ام والان بلس 2 دونك تحت من ماشي تحت من المخرج من تحت من الشيفوب مي لي كولابوراتور ديريكت باسكو ابري يا دي شيف دو ديبارتمون اييه مثلا عندنا لو شيف الكترو Le gaffeur. Le gaffeur qui est responsable de tout ce qui est projecteur. Allah d'ailleurs. D'abord, électro, mais si moule prisette. L'électricité. L'électro, ce qu'il dit. Donc, l'électro, il est responsable des projecteurs. Donc, il y a de la lumière. De la lumière. Quand tu dis que tu dis que tu dis que tu dis que tu dis projecteur, il y a un projecteur de l'FLM. Projecteur, il y a la lumière. Chef électro, il est le responsable de la lumière. Il y a un gars qui dit que l'IF américain, le gaffer. Le gaffer. Donc, le gaffer, il y a une pièce. Ou dans l'atmosphère, il y a un peu de temps. Aïe. دونك تمشي نشوف مع الكافر ديالي تنقول ليه كومون اتاك كيفاش شنو التاكتيك ديال هاد اللعبات واش نجيبو مثلا بروجيكتور 18 كيلو ولا نجيبو 9 كيلو الا سمحوا لنا فاش كنقولوا بروجيكتور 18 كيلو كيلو وات كيلو وات ماشي كيلوغرام ماشي كيلوغرام زيد دونك فهمتي تنقول ليه كومون فا اتاكي لا شوز شنو هما اللي قام اللي Les c'est quoi les ingrédients مثلا rien que pour un effet ديال الشمس تقدر ديرو بواحد اربعه ديال الطرق مختلفه مثلا نقدر نجيب ان غرو بروجيكتور دي لايت اشيمي ونشعلو باق لحقاش بالنسبه للناس اللي كيتصنتوا بيتي ديسكليمر ولا بيتي بريسيزيون يعني لا لوميير انواع ولا لوميير انواع من ناحيه التمبيراتور يعني كاين واحد لي لوميير اللي عندهم واحد لا تمبيراتور ديال النهار كيتحسبوا بالكلفين ما ندخلوش في هذا الديتاي 5600 كلفين ومن بعد كاين واحد لا تمبيراتور ديال الكولر عرفتي ديال ديك البويلات اللي عندنا في الدار تانكستان فوالا وكاين بيناتهم بيان سور كاين تمبيراتور ديال الشمعه كتكون قل وهذه وهذه دونك فوالا دابا هادشي اللي تيقول لنا حمزه تيقول لك مثلا بغيتي دير لقاش بعض المرات كنشوفوا دي سين تجيب لك واحد الشمس داخله من الشرجم وداك الشيء كتسحبوا بالنهار وراه يقدر يكون الليل غير هو مصور بالطريقه ديال انه يكون نهار شنو هما لي زافونتاج ديال هاد القضيه حمزه انك ما تبقاش ديبوندون على الشمس مثلا الا كان التورناج غير طوال اكزاكت باسكو الشمس ال ايفولي مع النهار لقاش بلاصه لقاش شي واحد يقدر يقول لك مالكم اصاحبي جايبين هاد البروجيكتور 18 طن ولا ما عرفتش داكشي ويكوت زباله ديال الفلوس ونفلوس سا كوت نهار تتعرف راسك كتخدم ب 18 كيلو راه خاصك تعلم بروجيكتور على تيساع باسكو يا toute une organisation خاص ترونسبور ديالو خصو يجي خصو ي 18 كيلو ديال الضو حنايا في ديورنا مثلا راه اون ليميت 3.5 كيلو اكزاكتو بحال مشعل خمسه البارطمات مشعلهم كاملين كاملين دقه واحده سي توت اون اورغانيزاسيون هادشي تيكون عارفو الدي او بي يعني كيكون ماشي لا سبيسياليتي ديالو ولكن عارف هاد لي زيليمون
باش انه فاش يكون كيحكم في الكافر في الشيف الكترو زعما تيهضروا وين خصو يكون عارف هاد لي زانفورماسيون خصو يكون عارف هاد لي زانفورماسيون باش يعطي اون انفورماسيون كليغ و كونسيز باش كلشي يمشي ديريكتومون لا حنا راه الدومين ديال السينما لو دومين لو بلو بروش لينا هو العسكر ها هادشي جايين ليه هادشي جايين ليه باسكو غنهضروا على هيراركي كنهضروا على واحد هيراركي كتكون في التورناج ماشي العسكر دان بوين دو كو فلايرشي مي لورغانيزاسيون انضباط انضباط راه فهمتي راه يقدر واحد يزقلها يمشي فيها كلشي معطل ساعه الا مشات ساعه يعني بالنسبه للناس الى على حسب واش كان تورناج ديال فيلم ولا اشهار ولا سلسله ولا تلفازه تيمشيو الفلوس فين ما كيمشيو فلوس بزاف شهر بزاف تلفازه عاوتاني حتى هو لقاش حنا نعطيو واحد لا موين مثلا في التورناج ديال السينما نهار ديال التورناج تيخرج لك واحد دقيقة حتى لدقيقة ونص ديال كنقولوا دو 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 فيلم مينوت اوتيل يعني اللي تقدر تستعملها دقيقة ونص تيلي فيلم مثلا اللي هو مختلف تيكون فيه حتى 4 دقائق في النهار هنا باش كنعبروا مثلا شنو هو لا ديفيرونس ما بين لي دو غيتينا الكافر مغير الكافر الكافر كاين لو شيف ماشين اليا زيد المسؤول على الاليات الاليات الهليكوبتر المسؤول على الاليات بحال الترافلينغ مثلا فاش يكون ترافلينغ وتيقول لك المخرج ترافلينغ هو داك السكه ديال كدير لوين سيف ها كتكون في التورناج بعض المرات باش كيدفعوا داك الكاميرا وكتجي واحد لو موفمون زويون فهمتي بحال هذاك لو بانغوان كيجلس سور لا غلاس تيجي عندك المخرج تيقول لك dans l'intention il veut se rapprocher du personnage ou il veut s'éloigner du personnage مثلا تيقول لك المخرج غيكون جالس في هذيك لا غار ديال الترين et je veux sentir sa solitude de manière fluide يعني غادي نرجع للور ونخليه بوحدو اكزاكتومون je vais l'isoler tout seul ونحسو به صغير في هذاك العالم كبير دونك لا اون بار فكرتيني اسمح لي لقيت القضيه دابا كيهضر حمزه على الترافلين تيقول لك كاين اللي كيبغي يقرب وكاين اللي كيبغي يبعد من غير فاش كيكون شي واحد مفروح بحال الفريد هيتشكوك تيقول لي بغيت نقرب نبعد باش كيدير هذاك في الفيلم فيرتيغو مثلا لا فيرتيغو لا سيتي فيرتيغو فيرتيغو جو بونس باش يبين بلي هذيك الدوخه تزيد القدام وترجع للور في نفس الوقت يعني انت كتخربق كتخربق مي سا ريكري سا ريكري لو سون لا سونساسيون ديال شي واحد عند فيه الفيرتيج اي جانسيست على هاد اللعيبه ديال حنا تنقولوا كادغي شي سي شوازير دونك اي حاجه درتيها خاص يكون عندها معنى لماذا شكرا لماذا الله يرضي ولا ما كانش عندك لماذا تتولي هذيك الساعه غير كتصور شي بحال هذاك اللي كيمشي يشري البطيخ مثلا من السوق الا ما كانش كيعرف التقنيه باش يعرف واش البطيخه مزيانه ولا لا راه كيبقى يضرب فيهم بحال كوت في الاخر تيهز شي وحده على الله هكا في السينما يعني لو كان شي واحد يقول لك بغيت ندير هذا البلان وما يعطيكش شي 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 غيزون ابار راه زوين راه عرفوا بالياك حمزه سي سا سي كوا لا بسيكولوجي ديغيير اي كيسكو سي كوا لامباكت سور لو سبيكتاتور ها الله يرضي عليك شو شنو باغي توصل بحال دابا هاد اللعيبه ديال لا سوليتود راه فاش يبان لك واحد اللي نورمالمون فيه 2 متر صغير في الكادر دوفون ليمونسيتي ديال لاكار كامله كتقول هذا مسكين ايلي بيردو ما ساوي والو اكزاكتومون ما شنو tu prépares déjà le spectateur ان هاد خاينه غيطراو لي كاع المشاكل ديال العالم بعد بلا ما واخا ما تعيقش بها انت في هاد الدراسه هادي اللي كاينه ولكن كتلعب واحد الدور في البسيكولوجي ديالك لا بيرسيبسيون فوالا في لا بيرسيبسيون ديالنا يا ديفيرون دوغري دو ليكتور اللي تخليونا حنايا في دماغنا على حساب نوتر باكغراوند كولتوريل اون انتربريت ليماج اكزاكت دونك هادي حتى هي داخله ان مدير التصوير من غير لو كوتي تكنيك راه الى ان كوتي تري بسيكولوجيك دون سون طراف هاد القضيه عاوتاني باش نرجعوا لديك النقطه اللي قلتي الا كان المخرج تالف لا ماشي مخرج تالف باردون اسمح لي tu as raison ماشي نقول غير فاش كتكون كاين شي مخرجين اللي مثلا اللي صعيب انك ماشي انك تكونسييه كاع واقيلا ولكن غادي ندخلوا في هادشي في ليكسبيريونس ديالك خليتي نهضر في ليكسبيريونس ديالك باش نرجعوا للماشينو دونك كاين ماشينو لا هذيك الترافلينغ هو المسؤول على لاغرو الا كان شي موفمون خاصو يبدا من الارض ويطلع للفوق وداك الشيء هو اللي مسؤول على لا سيكوريتي في البلاطو انه هو اللي خاصو يرد البال واش شي حاجه ما واقفاش مزيان شي حاجه عوجه ولا لا قدر الله طرات شي حاجه c'est sous la responsabilité du GOP là
دي شيف شيف ماشين شيف شيف ماشين يعني حتى 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 الكاميرامان بعض المرات تيبان لكم كيجري ولا شي حاجه راه نورمالمون تيكون ماشين وشادو من الصمطه ديال ديال السروال بحال 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 باش كيشدك شي بوليسي شي حاجه غادي يديك باش الزاد ديال البرده وبحال هكا تيكون شاد تيكون شاد من من الخرصاص ديال ديال الصمطه ديال 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 السروال. هذا هذا سي ديبارتمون ماشينو هضرنا على الالكترو ماشينو دوك لا لوميير دوزو ديبارتمون كاميرا ها دون جميل لا لوجيك نعم كاين pour un chef op il y a des chef op qui cadre ou qui كاينين دي شيف op اللي تخدموا avec des cadreurs ماشي بالضروره انك دير تكون مدير تصوير وتشد كاميرا وتصور ها الله يرضي عليك دونك تقدر dans certains cas ou certains chef op il y a des chef op qui n'ont jamais cadré ما تيحطش يدو في كاميرا لانه خدمه بوحدها خدمه بوحدها هو سي كو لا لوميير اللي vient lui parler lumière, découpage, l'école belge, c'est le cadreur qui est au top de l'hierarchie de l'image. Ah oui? Ah oui, c'était le cadreur, le cadre diallo, avec sa âme, ce chef-op. Ok, excuse-moi, d'abord, quand on a parlé de la lumière, on a le gaffer ou le chef électro ou le patron, il y a le machino, il y a le chef machino, l'image, comment on voit? Ça dépend des écoles. L'école belge, l'école belge c'est le cadre. L'école belge, j'étais très surpris. J'ai fait des films en Belgique. Ouais. Pas, c'était pas moi qui décidais le département d'Ali, c'était plus le cadreur qui avait toute l'importance. Donc, le cadreur et le cadre, je pouvais intervenir. C'est pas le système qui me va le plus. D'accord. C'est un système qui est vraiment mardonné ou très facile le plus tôt possible. Allez, je dérange Jacques. Parce que dans ma façon de faire, je ne sais pas dissocier les deux. Je fais un cadre pour la lumière et je fais une lumière pour le cadre. Mais elle dit que tu as une préférence personnelle. Elle dit un autre. Elle dit c'est ma démarche à moi. Après, il a touché le plateau, bien sûr, sur un film où je dois m'intégrer à cette réflexion. Alors, je sais faire la part des choses et je le fais. Bonjour, bonsoir, merci. Merci, exactement. Enfin, okay. Mais on va dire que sur les projets qui te tiennent à cœur, ce genre de choses, ça te ferait. Mais je veux que je te cadre ici. Donc, l'idée, c'est que j'arrive pas à dissocier les deux. Quoique, quand je réalise, je vais dire que je هاد العامل الاخر وليت نحاول نخدم افيك ان كادرور باسكو جا عندي واحد النهار مدير الاليات ديالي سي مونير الشرقي وقال لي واحد الجمله ما عمرت ننسى ليها فيلمي الاول الكور ميتراج الاول لي زي طومبير اللي غنرياليزيه او ميم طون داير فيه مدير التصوير وكاتب السيناريو بغيف داير كلشي وان مان شو بحال البودكاست اكزاكت ميم شويه معاونهم في لابرود وهداك الشيء ومبرزط بزاف ديال الحوايج قال لي يا حمزه ما يمكنش لك تسونطري وتضرب بالراس فهمتي جمع ليا ساشون كو هاد السيد اللي نقول لك عليه وقيل انا فاش تزاديت هو بدا السينما دونك الى موناج اون اكسبيريونس وي هاد الجمله ريزومي ليا فيها 30 عام ديال الاكسبيريونس فهمتك فهمتي دونك il faut se concentrer sur les tâches mais il faut pas se dissocier انا هذه سيتي اون لوسون pour moi حنا جايين ليها لا ديسيبلين لا ديسيبلين وبزاف ديال الحوايج زعما المهم لقيتي جينا نهضروا حتى على بحال دابا هادشي اللي عشنا ديغنييرمون اكسيتيرا سا نوزا بروف فان بيرمي اننا كاملين نوضوا نحاولوا نديروا شي حاجه بوحدنا سكي ان غون تشالنج صراحه باسكو مزيان دائما تخدم مع اون ايكيب وانك فهمتيني هما لي دو سو فال انا جو تو كومبرون باسكو انا خدمت انا وياك تي تي الدي او بي ديال واحد السلسله كنا درنا اكسيتيرا ماشي جو كوني الطريقه ديال الخدمه ديالك اون فيت فهمتيني كيفاش كتبغي تسمع وكتبغي تبروبوزي و تي مي لا مان لا بات ماشي هذاك اللي غادي يعطي لي زوردر من بعيد وما يفا با سامبليكي يعني الا كانت كاميرا خصها تهز ولا شي حاجه راه غادي تمشي تعاون الدراري كثر ميتنو حنا دابا هضرنا على الديبارتمون ديال ليماج لقاس هضرنا فيها الكادر باش قربوا للناس على السينما الانسان اللي كيدير الكادر يعني اللي كيشد الكاميرا عيشي يشد الكاميرا وتيكادري
لا اقل ولا اكثر هذا بوحدو خصك تكونسونطري عليه باسكو سي اون طاش امبورطونط يعني مثلا فاش كنهضروا على لو بوين باش يكون واحد نات ولا لا هذا ماشي خدمته ماليهش ماليهش فيها ما خدمته ما سوقوش ما خدمته ما خدمتش الشيفو دايوغ ان كادور ودابا ايماجيني معايا عرفتي شنو غانترودوي لو مومبر سويفون باش ندوي على واحد العيبه اوندو سير فازي لو مومبر سويفون سي لو فوكس بولر qui est le premier assistant caméra ce qu'on appelle le pointeur li تلقاه حدا كاميرا كي يدير بحال هكا و تي هذا il fait respecter la distance entre la caméra et le personnage حقاش dans les optiques اللي نخدموا بهم il y a des crantages il y a des lentilles خاص لو بوين يكون لو نت لو بوين هي تكون نت فاش كتبان لك شي واحد فلو عرف بلا المشكله ماشي ديال الدي او بي ماشي ديال الكاميرا الكادرور ربي وماشي ديال المخرج وماشي ديال المخرج راه ديال هاد لو بوينتور اللي هو من لي ميتي لي بلو ستريسون في الدومين في الدومين انا في مدرسه في المدرسه درت اسيستون كام وما كانش عندي دوزيام اسيستون يعني شنو خصني نمونطي الكاميرا خاصني ندير البوينتاج خاصني نعبر المهم شوف هذاك اللي كيكون هذاك اللي كيكون عنده الماتيريال بحال ديال الخياط كتعرف هو لاسيستون كاف شاد مع المتروات وكذا واللعيبات في ممشات الكاميرا كتمشي معاه جلست الكاميرا تجلس معاها شربت هي قهوه انت تشرب قهوه ناضت مشات في حالتها كتنوض تمشي مع الكاميرا كتلقى الكاميرا هي ديالك باسكو لا كاميرا اي سو سا ريسبونسابيلتي و لا سيكوريتي ديالها اي سو لا ريسبونسابيلتي دو ماشينو ها بيان سور وي سيك اون فوا تحط الكاميرا سور بي تتولي لا ريسبونسابيلتي ديال لا ماشينري اكزاكتومون مي قبل ما تحط سور بي هي في الكاميو كيفاش غتستوكا وهداك الشيء كيفاش تمونطا ديمونطي سيستون اللي خدمتو هذيك مي لو بلو كومبليكي كيما قلتي سي هذيك القضيه ديال البوان سي انا جي في البوان سور دو فيلم ان كور ميتراج ديال الخماري واحد ديال انامي حقاش كان انامي قلت لي ندير البوان ا مي كونديسيون فهمتي ديال تسنى تنقول لك كو سي بون بوان عاد تصور بريف تبع كيكت عليه مزيان وتما اكتشفت كو جو سوي دون لانكاباسيتي توتال دو فير لو بوان comme métier parce que c'est un métier à part c'est un اكثر من métier نقدروا نقولوا بانها كيش كيقول واحد لو طان واحد الموهبه لا لاقاش انا ما نكذبش عليك زعما عييت ما نقرا زيد القدام ولا رجع اللور ديما كنخلط بيناتهم ديما كتخلط هذاك الدواره لاقاش كاين واحد الدواره باش كتقرب لو سوجي ولا هذا وانا كتعبر لا ديستانس با ايكوت كاينين دي بوينتور في المغرب تبارك الله اللي كيشوف بعينيه تيقول لك هذاك 4 متر دابا هذا تخرجوا معاك صراحه فاش ما يكونش شي فاش ما يكونش شي بروجي سينما دي معاك الايكيا ولا شي يعمر لك الصالون تيقول لك هذاك غيكون شي 3 متر 20 جرجر داك الديكامتر شوف واش 3 متر 20 فهمتي هو اي مي اون دوت لو ديكامتر الديكامتر تي ستريسي حدا مي باغ اكزومبل ان تروك تو سامبل تيدخل البيت في الجليج اول حاجه تيدير تعبر الجليجه باش من بعد يكون عنده ريفيرونس ديال الجليج راه كل جليجه بحال بحال تقول بينو وبين بين القضيه ربع الجليجه دونك الجليجه ديال سي با مال هاد القضيه دونك بينهم بينو مترو دونك الا زاد بجليجه غينقص 25 سنتيمتر وهي هذا دونك تو راه اللعيبه هو الكونسيبت وي فا ديال داك لو بوينتور ديال هيت علام بوحدو زعما اي سي لان دي فار ميتي و تلقى لو بوينتور تقدر يوصل ل 60 عام و il est resté dans le même poste juste le poste attention راه حتى نهضروا على هذا الشيء le pointeur tu as où زعما le premier assistant cam parce que des fois tu connais deux tu as trois il y a assistant cam على حسب بعد les unités deuxième هو اللي تيتكلف بلي باتري les changements d'optique troisième les retours moniteurs et bon changement changement لاقاش دابا فاش كتبدل une lentille une caméra cinéma راه كاين فرق ما بين اللي كيمد لك لا لونتي واللي كيركبها كل واحد وخدمته الله يديك ماشي مد يديك تبدا تشد لونتي وتمشي وتسميتو نو 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 ما كاينش هاد القضيه هادي نوبليون با كلي لونتي سينما مثلا راه اون بون لونتي ديال السينما كل وحده ساويه 80000 درهم اكزاكتومون دونك كوميم راك شاد في يديك شي حاجه كي اون سيرتين فالور دان بوين دو فيو مونيتير qui fait que ratonné responsable une caisse optique dire bصح
راه الكوت في 100 مليون اه فوالا زعما لقاش اوسي مزيانه القضيه كتقول بالنسبه للناس كيتصنتوا بزاف الناس كيسحبون بلا الكاميرا راه هي اللي غاليه الكاميرا ديرها معليش معليش راه لي اكسسوار هما اللي كسميت حنا شوف وصلنا دابا هضرنا على الكافر هضرنا على ماشينو هضرنا على الديبارتمون ايماج حنا داخلين فيه تنهضروا على تنهضروا بيان سور على على الكادرور هضرنا على برومي اسيستون الوغ ومورا كاين دوزيام اسيستون كاميرا كي dans le flyer chef ديالو هو le premier تسمع على الهضره ديال البريم تسمعش على الهضره ديال شي واحد اخر داكور دونك le même département tu as des sous départements exact لاقاش الكافر راه هضرنا عليه راه هو عنده الكافر عنده البيست بوي ديالو كي البرادرو ديالو فهمتي وعاد كاينين لي اسيستون الكترو مثلا ميريكان الغافر الى بوكو بوكو دامبورطونس اه وي لقاش الغافر تقدر يجي قبل من الشيفو بو تيحط لا لوميير و تيجي الشيفو بو تيقول لي تا tu m'as juste ça 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 et c'est bon دونك فهمتي كاين واحد كاين واحد الهيراركي في الخدمه اون فيت باش نفهموا مزيان سي كو فاش كتبان لك تيبان لك تورناج ديال السينما ولا هذا راه ماشي كلشي كيهضر مع كلشي أبغى لك إنه غادي يتلاقوا في لابوز ولا كذا ولا في الغداء ولا في ولا في الفطور الصباح بكري ولا شيء حاجة. مي لا كومينيكاسيون إلي تري ميليتير كيما قلتي أنت قبيلة عندك الحق سي كو سي ميليتير سافو دير كو هذا تيهضر مع هذا وهذا تيعطي لي زورد لهذا وهذاك تي ديسباتشي وعلاش باش ما يكونش الروينه باش ما تكونش الروينه باش ما تكونش لا كاكافوني وكلشي كيدوي المهم ان كل واحد يعرف شكون اللي غادي يخدم عنده لي ديريكتيف هذا بحال مثلا رياليزاتور عمره ما يهضر مع الكافر كيهضر مع الدي او بي دي او بي راه هو اللي تيهضر مع الكافر هو اللي تيهضر مع كلشي اكزاكتومون فهمتي باش ماشي كلشي حقاش ما يطراش لنا بحال لارمي ديالاش من بلاد هذيك اللي كانوا كلهم دي شيف في المكسيك بقيت ما عرفتش يا في با سولدا يا في كو دي شيف هو هذه هادي تيقولوها في لي اجونس دو بوبليسيتي اجونس دو كومونيكاسيون تيقول لك كاين على لي ديريكتور لو ريست سي دي ستاجير ديريكتور كليون ديريكتور ارتستيك ديريكتور دو اكسبيتيو مي دوزيام اسيستون كام قلتي لي هو اللي تيتكلف هو كيسوكيب مثلا دو باتريات دو سكي باتري دو تو سكي اوبجيكتيف دي ريشارج يمكن سا ديبون دي زيكول كاين مثلا وهنا غنجبدوا واحد ولات إليادة دابا هي 35 ملم لا بيليكول احنا جايين لها اللي هي كانت واحد لورغانيزاسيون واحد اخر اللي يافي اون اورغانيزاسيون و يافي 0.0001% دو مارج ديرور باسكو هذاك الدوزيام اسيستون كان تيحيدو لا بوبين من الكاميرا كيعطيوها ليه كيمشي و تيتخشى في واحد لابونت كحله اييه تيخشي فيها لا بوبين وتيحلها في الظلام وتيجمع لا بوبين من الداخل في الظلام وتيديرها في بواطه واحده اخرى وكيسدها بالكافر ماشي الكافر خونا الكافر سكوتش كحل ما كيخليش يدخل لا لوميير سكوتش اللي ما يخليش لا لوميير تدخل وعاد تيخرجها ولا دخلات النبيشه ديال لا لوميير امشي كل شيء 200 متر ديال البيليكول à savoir تقدر تكون اون سيكونس و الا كان شي فيلم على قد الحال سا بو اتر واحد ان كار دو دو فيلم لا ماشي دو فيلم ان كار لا جورني باردون لا جورني مشى هكاك حقاش دخلاتو لا ميل الوغ هاد ليبوك هادي حنا غادي نو كنديطاي ان بتي بو الخدمه ديال الدي او بي نيت غادي تجيني داك السؤال حمزه ان الخدمه ديال الدي او بي كل وقته وكل وقته كان عنده لي تشالنج ديالو هذيك الوقيته هذيك فاش كان 35 ملم كان مشاكل كبار يعني مثلا نهضروا على قضيه ان دابا حنا كنتورنيو في النيميريك اسهل حاجه هي عندك مونيتور كتشوف فيه الغوتور هي ما 35 ملم كيفاش كان كيدير الوغ هي ما 35 ملم ان فيت فو كومبروندر كو لا بيليكول اي لي اوباك هي لا بيليكول هي اللي كدوز تسمع زر اصلا كانت دير الصوت كانت دير الصداع باش كتشوف تتشوف اترافير ان ديوب تخفي ان بريزم اللي تيعطيك اون ريفليكسيون ديال ليماج اللي داخله من لوبجيكتيف واحد ديسبوزيتيف تما تري ميكانيك واحد اللعيبه تاع الدور ديال الشاتير وداك الشيء وهاد ديسبوزيتيف كامل ما خاصش تدخل فيه شويه ديال الضوء دونك
il faut vraiment être très méticuleux et minutieux. لا فاش كتدخل الضو فاش كتدخل الضو كتعرف هذيك الساعه ولا تا كتمشي للديفلوبمون كتمشي للديفلوبمون يعني مثلا الا درتي 3 jours après حتى تعرفها يعني المشكله سي كو ممكن كنتي عارف بلي دخلت الضو ديك الساعه على الاقل تقدر تعاود تشوتي داك الشيء بيتيت في البلاصه ولا شي حاجه هادي خصك 3 ايام يكونوا الديكورات تبدلوا لي زاكتور كبروا اللي رب اللحيه اللي رب الموستاش والله شنو كان يطرا وتخيل معايا تكون عندك اون سين داكسيون ولا اون سين فيها 1000 فيغور يعني مين تعاود تجيبه بشحال غتعاود وبشحال تعاود تجيبه راه تجيبهم راه 1000 واحد تقلب عليهم تجمعهم مي ابري ça va coûter combien exactement bref donc كان تلقف خفه ديال بصح كان العسكر العسكر كان تصرفات اي سي فري سي با اون بلاغ كان بنادم كيتصبط بون entre parenthèses مي لا moindre erreur جمع حوايجك ما تباتش هنا مبيضه صافي سير بحال هكا سيتي صافي والمشكله سي كو تم بعد باش عاود تخدم تبقى ديما هذاك هذا هو البيست بوي ولا هذا هو السيكون اسيستون كامل اللي حرق الفيلم اللي حرق هذيك الفيلم ديال سبيلبرغ ولا شي حاجه تصور هذاك السطح على الله فين خدام دابا ابري فو ريفليشير كو حنايا اون تيرم ديكونومي دو سينما ماشي شي ايكونومي كبير هذه السينما اكثر على المغرب تهضر على المغرب في الافلام المغربيه دونك الا حركتي بوبينه ماشي حركتي بوبينه في فيلم امريكاني كي بوف سو بيرميتر حنايا راه يا يو دي فيلم كي اون ايتي في افيك دي بو دو دو بيليكول ديك الشياطه ديال بيليكول مثلا عندك 200 متر وشاط فيها واحد 20 متر كيجمع داك 20 متر مع واحد 20 متر وحده اخرى مع واحد 60 متر من بلاصه اخرى وتيدير بهم لي بلون دو كوب باسكو لا بيليكول كوتي تري شير كو سوا ا لاشا ولا او ديفلوبمون ها هاد القضيه تعدي سوديغ كو ديك الساعه كان الميديوم هو بيليكول 35 مليمتر قدام ماشي هذا العيباش صعيبه باش تشريها باش ديفلوبيها راه جوبونس حتى ديغنييرمون جوبونس كو لو سيس كان كاع لي بيليكول كيديفلوبوا برا جينيرمون في لا بلجيك واخيلا ولا ما عرفتش كيفاش تا سي سي ام دابا ولا كي ديفلوبي سي ديفلوبي دوبي ان تري تري بون بو طون ياك فوالا عندهم باش مي فو بوبلي كو لو ديفلوبمون راك تدير النيجاتيف والانتر نيجاتيف والبوزيتيف قيام الكحل اللي انا اصلا نسيتها جيو دو لا شونس دو كوتواي دي جون مثلا Moi, mon premier souvenir conscient, c'était avec la femme de Drakawi, Mustafa ou Abd Krim. Et Mustafa ou Abd Krim, c'est des gens qui sont adeptes de la pellicule. Ils sont de pellicule. Mais numérique. Et je me rappelle très bien que ça soit Casablanca by Night, Mustafa sort de pellicule. Oui. Alors que c'était le début du numérique, mais pas sûr. Il a fait le choix de tourner en pellicule. Mais avec le budget que ça demande de tourner en pellicule, et peut-être que les gens ne le savent pas, mais avec la caméra, les sourds, la réflexe, qui a dit que c'est un peu plus de temps. Impossible de faire une prise de son directe. Le film Kamel de Casablanca by Night a été refait en post-production au studio. كانت عندنا واحد السميه كيفاش كيقولوا ليها على الايطاليان ولا ما عرفتش كيفاش مشو كدير ان تروك بحال السينما ايطاليان كانوا كيبداو اونو في الفيلم عاتيه يهضروا معاك اونو دو تري كواتر وفي ترا بوست برود كيتعاودوا داكشي كيبان لك واحد لي فيلم خدام شويه بيزار في الهضره بيزار في الهضره وتكتبوا لهم التكست انه هنايا كانوا فريمون تيلعبوا لو تيكست تو سكي فو Mais tout le film a été refait en post-production. Donc, film tu fais un contrat. En tant que chef op, t'as d'autres contrats sur d'autres départements qui ont un lien direct. Alors, d'abord, nous avons le côté du numérique. Et il y a encore des réalisateurs qui font le choix de la pellicule. Mais حتي لي موين تكنيك ديال البيليكول ديفلوبر سيتير كيفاش كنقولوا سي بلو لا ميم شوز يعني دابا تنهضروا على بحال ما غير باش نفهموا الا كنا كنفكروا في شي واحد رياليزاتور بحال اكيرا كوروزاوا جابوني مثلا اللي بدا سات ساموراي اكسيتير راه فريمون كما قلتي الا ما كانش قضيه تاع الميليتير ولو ميور دو ميور في كاع لي ديبارتمون اللي عندك مشات على عينك عجاج راه ما تقدرش السينما كانت صعيبه يعني مثلا غادي تمشي تقرا السينما قبل ما تقيس بيليكول تقيس كاميرا راه غادي تقرا واحد عامين ديال بحال ميديسين غادي تقرا عامين جينيراليست ولا ما عندك داكشي عاد غادي سي سكي سباس في لي زيكول فرونسيز ا سافوار لا فيميس لو لوميير تدير دو زون دو كلاس بريباراتوار عاد كتدخل تقرا
بحال داير هذه العقليه ديال بحال داير بوين شوسي. Alors que maintenant, alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que d'abord, les Britanniques ont des questions. Et les Britanniques ont des questions, c'est qu'ils ont des questions. Téléphone, bzaf de choses. La technique ne peut pas faire l'obstacle. ولا تبقى بالعكس دابا عاد كان بحال قلتي عاد ولا هذاك كيفاش كيقول لها يعني الا كنتي غادي تقارن مع شي واحد اخر تقارن بلا كاليتي ديال ليستوار ديالك وليكزيكيسيون ديالك باش بدي غير تريك تو سامبل. دابا الوالده كدير شي حوايج في تيك توك كو جو سو اون كابابل دو فير كو سا سو على بريس دو في ولا او مونتاج جو سو دون لانكاباسيتي انا حسيت براسي شرفت اي سي كيك شوز لي. Ça s'est accéléré avec les temps modernes. C'est que autant jusqu'aux années 2000, c'était de la pellicule, mais à partir de 2005, d'un coup, les caméras numériques. Les caméras numériques, ça s'est accéléré. L'idée, je le dis quand même, je me sens dépassé par la technologie caméra d'Ildebre. Impossible de te dire un jour. كاع لي كاميرا اللي كاينين امبوسيبل ها الفا A7S الفا A7R الفا A7 III ما عرفتش شنو هذاك الشيء هذاك كنهضروا على الميرورليس مازال ما هضرناش على الاري ما هضرناش على لي ميني اورسا 12K هالميني اورسا ويكا كل نهار تيخرجوا لك شي 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 هيت جديد لي ان مومون تو بيرسونيلمون جي في ان شو بيرسونيلمون دابا يا بارابور ا سكي سي في دون المارشي سي با كو جو ريفوز mais je ne favorise plus les tournages avec des caméras DSLR. D'accord. Parce qu'il faut qu'on se le dise, c'est des appareils photo, avec c'est pas des caméras. Avec une capacité de prendre des vidéos, point. Sachant que ce discours est là, qu'on a fait un podcast en 2012, parce que tu as fait les sables, l'avenir c'est le DSLR. Sachant qu'à l'époque j'avais acheté un 5D. فهمتي وكان عندي 5D وكنت ندير اللعيبات بالدي اس ال ار وكنت شارلي فوندام الله يذكره بخير كي لو شيف فيليغ على سا كي لان دي 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 غون 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 ديريكتور فوتو بلج كنت نتقاتل انا وياه على قبل القضيه ديال الدي اس ال ار ودابا لقيت راسي تنادوبتي لا ميم بوزيشن علاش سي كو سي دي زاباري فوتو كي فون ان تري تري بون روندو اون لوميير اي اون ايماج سيرت mais c'est pas des caméras. Tu peux faire des choses mais tu restes limité. D'abord, tu vois, كنت سنى هاد الهضره اللي كتقول فيها بحال شويه تناقضنا مع هادشي اللي قلنا اونفون بور دي ريزون متفق خصنا نفسروا للناس لقيت دابا قلنا تقدر تصايب فيلم بالتليفون ماشي تقدر تصايب فيلم بالتليفون 7000 واحد بروفر 7000 واحد بروفر اللي بغى يشوف شي فيلم مثلا تصور بالتليفون ديال التفاحه المعضوضه كاين طنجيرين اللي كان في ساندانس فيستيفال اكسيتيرا ماشا اللي تصور كامل بالتليفون اللي عنده واحد لي زافونتاج لقاش فاش كتكون عندك تليفون تقدر تحطو مثلا تحت البيدال ديال لاكسيليراتور ديال الطوموبيل ان شوا ها ارتستيك ها الله يرحمك باكو تكنيك مي faut rappeler que c'est un téléphone portable ou que DSLR c'est un appareil photo ou qu'il y a des caméras numériques les huma red ari quand tu veux faire quelque chose avec un peu plus de travail à la lumière avec un peu plus de pêche utilise mais qui est plus sculpté ça reste très compliqué de bosser avec un DSLR donc à un moment, faut faire la part des choses et faire les bons choix. Ok. Je favorise, mais d'abord, c'est un peu compliqué pour moi de tourner avec. Je ne maintiens pas. Je ne sais pas d'abord les prods. C'est même devenu une blague. Projet Alpha 7S, elle ne l'a pas dit. Marie Briche. Mais c'est parce que ma... ما تلقاش فيها الراحه ديالك ولا هادي ما دي مفهومه ساشون كو لو ديرني دوكيومونتير لي داز في ارتي في لاي سي ان ار تي وفي لوريجين هوموسابيانس لوريجين ديال سميتو مازال ما داش دوزيام يلاه غادي يدوز في جونفي داكور جي تورني اون بارتي في اون الفا باسكو سا سي بريتي
دونك فوالا ما تقول دابا فهمت كانش بغيتي تقول لي الا كتقول لي دابا حمزه كتقول لي صعيب باش تصور فيلم ب اون فيت لو كوتي دي اس ال ار فاسيليت لي شوز وفاش ولا فاسيليتي كتجيب معها الميوعه سي كو تتولي نحاول نفسر لا لا انا نقول لك شنو فهمتي فاش كتاخذ دي اس ال ار اللي هي اباري فوتو كتدير فيديو كتاخذها باغ شوا مزيان ولكن اللي كتاخذها غير باغ فاسيليتي فوالا ماشي مزيان يعني مثلا انت ما عندكش لو شوا تقدر تورني اب دي اس ال ار طحن فازي ولكن الا كان شي واحد جا بحال هكا وقال لك اه لا وانا ما كنفهمش في الاري وداك الشيء ان تورني بهادي سي لو شوا د لا فاسيليتي سهوله نقدر نقول لك كاين مثلا دو كليب ديال حمزه الفضلي ا سافوار هي مرايا اها كي ايتي نومي ميور كليب في افريك اكزاكتومون ما خلى فيلم شاب كلشي اليوم من هذا تقول لي واش صورتي بميني اليكسا الوغ كو صورت بالفا 7 مي جوستومون هذا باش كتلقى لا ديفيرونس دو كاليتي بيناتهم بجوج راه جات بوغ لو كليب ديال ديالو هو مع حمزه نيت في لو دوزيام كليب اللي كنت اللي ما ننساك لا اوسي اون مو بوز لا كيسيون واش صورتي بلا ميني الا اون افي با البودجي بوغ اوسي سي كي سيتي اون كيسيون دو بودجي اون ا تورني افيك الالفا Mais j'ai fait en sorte de tirer le maximum de cette caméra, exact. De cet appareil photo, pardon. De cet appareil. Là, un chouf. Je فهمت فهمت الهضره ديالك فهمتها. يعني مثلا كاينين الناس اللي كيديروا لو شوا ديال لا فاسيليتي اللي فهمتو ولك. مي aujourd'hui c'est vrai que باش كنهضروا في ليماج الا كنتي معلم راه تقدر تبين ليماج ديال دي اس ال ار ولا شي حاجه بحال شي كاميرا غاليه بزاف. كيما واحد اللي ما كيعرف والو يقدر يشد كاميرا واعره ويخرج لك واحد ليماج لا علاقه. انا باغ كونطخ عندي واحد القضيه واحده اخرى اللي مهمه بزاف في التصوير واللي تنفكر فيها انا بعدا فاش كنصور ما كاينش على فاسيليتي كاين لاكسيسيبيليتي داكشي كامل ولكن كنفكر في الورك فلو الا كنت انا غادي ندير المونتاج مثلا هذا كنفكر في الورك فلو اللي من بعد يعني كناخذ هذا مثلا كنشوفوا كاميرا دابا ولاو اللي كيصور بالكات كابل سي كابل وي كابل دي او فين غاديين عاد شحال خاصك ديال لي سباس ديسك ديور وكيفاش غادي تريتي داك الشيء وكيفاش غادي علاش دايره على ود بيتيت شي حاجه اللي كتلمس بلوس دي زارغومون ماركتينغ كوت شوز مي باغ كونطخ واحد اللعيبه اللي ولات مع لي زالفا سي كو وليتي تدير كلشي بوحدك اييه هادي سي لوط غيزون بور لاكيل جيم با تورني اون الفا سي هذيك اللعيبه ديال تدير كلشي بوحدك تقول لك واه ملي غنصوروا بالفا ما عندك ما دير بوينتور ما عندك ما دير دوزيام اسيستون كاميرا غادي تصور تقريبا حقاش لو بواتي ولا صغير مي سي توجور ان اوبجيكتيف سي توجور ان بواتي ان اوبجيكتيف يفو توجور فير لو بوين يفو توجور فير ان روتور فهمتك دابا ولكن حمزه نقول لك باش نرجعوا لي برينسيپ دابا حنا غرقنا في الديبارتمون كاميرا وهضرنا بزاف على لي سبيسيفيسيتي ولكن القضيه الكلمه اللي قلتي ان انا جي في لو شو انني ما نبقاش متبع باسكو داكشي كيتبدل دغيا 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 ولكن كاينين الحوايج اللي هما انشانجابل في كاع فاش كنهضروا على لا تكنيك ديال السينما كي سون انشانجابل اللي هما لا سونسيبيليتي ديال لا بيليكول ولا ديال الكابتور لا لوميير اللي هادي هو لو نومبر ديال لي زيماج بار سكوند فريم بير سكوند اللي هو لا فيتيس ديال الشاتر سبيد لان ديك العوينه حنا فاش كنرمشوا مثلا العين ديال الانسان كترمش حتى الكاميرا عندها واحد الترميشه الا كانت كترمش دغيا دغيا راه ما كتدخلش بزاف لا لوميير الا كانت كترمش اكثر راه كتدخل بزاف عاوتاني لوفيرتور يعني كاينين واحد لي برينسيپ اللي كاينين من تليفون المحفحف حتى الكاميرا الديرني كري اللي كاين هذا هما هادو هما لي برينسيپ دو باز وهاد لي برينسيپ دو باز هما لا ريسبونسابيلتي ديال لو شيف اوب ديال اسافوار تا ان كاب اون كاميرا سي كوا كي خلا حتيد غيمازيل قال لك لا كاميرا سي كيك شوز دو تري بيت سي ان كابتور اي ان اوبجيكتيف اي اون لوميير كي qui rentre dans l'objectif et qui est frappé sur le capteur. Exact. Chez l'autre, غير بوطونيت. Ma صالح لي والو. Moi autant que directeur photo, خاصني نعرف mon capteur comment il est et mon objectif comment il est. Chez l'autre,
C'est de l'ingénierie, c'est du plus, c'est de l'ingénierie. Et كاينين دابا لي كاميرا عندهم l'autofocus, اللي عندهم الزيبره باش يوريك واش tu es surexposé ou les sous-exposé. Ouais, mais c'est كامل. Donc الخلاصة c'est que DOP ou la cinematographer هو الشخص اللي كيتكلف بالليماج. L'image في un film كيما قال قبيل حمزه هضر على الديبارتمون ديال الماكياج لابياج اكسيتيرا لاخاطش هو غادي يكون في الاخر المطاف هو اللي مسؤول على ليماج اللي غادي تبان في الشاشه و تتكون عنده واحد العلاقه مع الرياليزاتور كاينين دي رياليزاتور اللي عندهم دي جي او بي اتيتري سا دير كو تيخدم معاه دائما كاينين دي بوست بحال هكا عندك لاسيستون ريال عندك دي او بي وعندك بيت حتى المونتور هادو مالي بوست اللي مثلا تلقى مثلا شي رياليزاتور بحال دابا تارونتينو عنده مونتوز ديالو تشوفات جوبونس ديرنييرمون ما بقيتش عقلها تشوف مثلا تيرنس ماليك يتراي با الا ما كانش معاه تشيفو لوبيسكي اييه مثلا زعما كاينين دي جون سي ان ديو ايناريتو حتى هو دابا ما يخدمش الا ما كانش معاه لوبيسكي وا سمح لي ابري شنو دايروا في داك ذا ريفيننت ياك ريفيننت اللي تخدم كامل تخدم كامل بلا لوميير ناتوريل يعني ما كان فيه لا بروجيوات لا والو ما كانش فيه الضو مي بورتون كاين ان كافير لاقاش راه واخا تنهضر على لوميير ناتوريل سي كو يا مي دو لا لوميير ناتوريل سي كو لا ils ont pas rajouté de la lumière mais ils ont soustrait de la lumière exactement حيدو سي باسكو دابا قد ما حنا غادي للقدام قد ما لي كابتور دوفيان دو بلوس ان بلوس سنسيبل ا لا لوميير دونك حنا بعض المرات راه ولينا تنحسوا ولينا كنطفيو الضو بالليل أيه. Au lieu de rajouter de la lumière. Donc la logique de la lumière راه هي غدا وكتبدل مع الوقت. Alors Hamza tu تبارك الله tu as un CV bien fourni. Bon, tu as fait tes courts-métrages, ça c'est d'une part, mais tu as beaucoup travaillé sur le cinéma, la publicité ou la télévision. وانا بغيت نرجع معاك لواحد لا ليكسبيريونس سبيسيفيك اللي خاصنا على دابا على الخدمه ديال الدي او بي بغيت ندوز لا بارتي فين غادي نهضروا ان تي بو على 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 السينما وعلى تا بروميير اكسبيريونس ا 22 ans وي دي او بي ديال ان لون ميتراج وفيلم ديال رياليزي بار رشيد الوالي في لانتربريتاسيون دو سورتا هو رشيد الوالي واللي هو نوح ne sait pas nager avec mon cœur chiant. Là, il faut. En fait, au-delà du film, c'est le contexte du film. C'est qui fait Rachid Louali, rentre à واحد ليلة في بروكسل comme par hasard. Régulier, est-ce que tu dirais non? Régulier, rani tendir l'ansas. Donc ça se passait pas très bien à l'ansas. Je me suis dit, un système très bizarre, tu m'as fait chier. قال لي اسكو سا تانتيريس دو فير ان لون ميتراج في المغرب قلت له رشيد تبارك الله ضحك ما تيقش باسكو رشيد فهمتي راه كبرت معاه قال لي لا داوي معاك قلت له رشيد قال لي نصيفط لك السيناريو قرا وقول لي واش تقد عليها ولا لا اي تافي كونفيونس ماشي اي ما في كونفيونس il a fait en sorte que j'ai la confiance nécessaire pour faire le film c'est différent زعما الى باريي سور اي جو تروف كو لا ديمارش ديال رشيد فهاد العمليه الا كانوا غير عشرات الناس يديروا لا ميم ديمارش في العام في ديفيرون سيكتور ماشي غنزيدوا للقدام باسكو باش تجيب واحد يلا غيكمل قرايته كي نا با ليكس بوكو ديكسبيريونس تو لوي دون لي مويان باش يدير سون بروميير فيلم اون طون كو شيف اوب avec la responsabilité de l'irada match c'était une énorme responsabilité la responsabilité qu'on vient de décrire hey. Les départements de... sachant que Mathélène j'avais mon chef électro Hicham Bennessi فاش تقرا السي في ديالو تقدر تخلع تدخل اي ام دي بي تتخلع فهمتي السيد بدا في غلادياتور وي خدم ريغين في جيم اوف ثرونز خدم في انترسيكسيون فهمتي السي في ديالو ما محتاجش ويدوي وانت غادي تكون عندك 22 عام وغادي تكون 22 عام وغادي تكون الشيف ديالو يلا ماشي الشيف ديالو ما جيم با ماشي سي مون كولابوراتور مون برا دووا على لوميير وهم فاهمين ولكن فاش غادي تجي شي حاجه في ليماج حمزه راه ما يعقلوش عليك خاصني نديسيدي ها خاصني جو دو بروندغ لي بون ديسيزيون اكزاكت دونك طلبت من رشيد قلت ليه غير ليكيب عافاك
je choisis mon équipe. Oui. C'est important. قال لي هنا من هذا الفيلم منين طلع داك الجمله الشهيره ديال ما خفتي والو. سيتي نوت سلوكون هو ما خفتي والو. Et j'ai eu beaucoup de chance à avoir une équipe technique qui m'a épaulé, sachant que عندهم عمري expérience. العيال فيهم عندهم عمري expérience اللي وقفوا معايا وقفة الرجل الواحد. واليوم من هذا كون ما كانوش دوك الناس كاملين peut-être que ما كنتش غنوصل لهادشي اللي وصلت ليه اليوم. Donc c'est grâce à ces gens qui ont cru en moi. وعلى راسهم رشيد الوالي اللي كون ميم باش تشد فيلم اوتو برودوي اللي غيكون خسر عليه ما بين 250 حتى 300 مليون. ريح 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 ريح. لا 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 دابا 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 هضره اخرى باسكو دابا كنهضروا انا كنعرفوا باللي اخراج اوتو برودوي اوتو برودوي باش الناس يفهموا سي دير كو ما مشى عند هذاك لما مشى عند سي سي ام لو بروديكتور لو والو جاب له الفلوس من عنده بور فير لو فيلم ودار كونفيونس ان جون دي او بي دو 22 ans. Donc, c'est une prise de risque monumentale. Et je pense que je ne remercierai jamais assez Rachid Louali à la confiance de l'idée fille. Parce que quand il m'a fait confiance, je rentre au Maroc pour faire mon premier film. Mais Hamza, tu vas te tirer une balle dans le pied. En plus, c'était les Français de l'Ikinit. Non, mais tu vas te griller, machin. Tu es un homme, je suis gêné. Tu es ورشيد في التليفون تيسول فيا ها الريبيراج ها فين وصلنا واش موجود واش قاد الا ما كنتيش قاد قولها لي الدنيا هانيه جافي با لو شو يفالي فير لو شو يفالي ريوسير فالي ريوسير جو اي جو تروف كو هاد لا ديمارش هادي زعما كاينه ما كرهتش تكون تعمم تعمم ولا تولي عندنا اون ريغل كو ان مومون اي فو فير سورتير واحد لو جون طارو. J'ai eu beaucoup de chance, Fadi. Bon, après le background familial, papa, mon petit, le premier assistant réalisateur. Donc, Kbert fait les plateaux, ça me permet aussi de ne pas avoir besoin de l'huige. Ou les kin, j'ai eu un peu de temps, ou de l'huile, ou de l'huile, et assumer la responsabilité. Je pense la première séquence nuit, les gens sont dans le film. خدام لو لايت او باردون ماشي واش سي 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 علاش شي صونا ما خصوش شي صوني نورمالمون ديال لي مودافيون زيد دونك فهمتي لا بروميير سين يا في دو غراند اكتريس ا سافوار فاطمه عاطف وبعدي ودخلوا و ان فيت جافي فابريكي ان سيستيم سي كو في هذا الفيلم اي لا مون شيف ديكو دار واحد الخدمه مونومونتال سي كو طلبت منه يشد الشمع يحلو ياخذ فتيله ياخذ ثلاثه الفتيلات يدفرهم مع بعضياتهم ويرجعهم وسط من الشمع ويسدها علاش بوغ افوار بلوس دو لوميير وي كوم سا عندي الشمعه عاد ما تضوي ليا ان دياف غتضوي ليا دو ويت دو دياف لي دياف اونيتي دو ميزور ديال العبار ديال الضوء دونك فهمتي جافي بلوس دو لوميير اي جو فولي كونكريتيزي ان ستايل très pictural بالشمال. دونك دخلت لواحد الممثله قلت لها مي يا با دو لوميير قلت لها ما تخافيش راه ديال لا سونسيبيليتي ديال لا كاميرا ديك القيامه كحل الكامل دابا يجي يقول لي با حمزه دابا انت عندك 22 عام وييه انا راني ماشي راه نضوي بجد عا باش عا هذيك القضيه نحيد الخلعه طوت شو بري لو جي بري ان بارتي بري جي تورني لو فيلم اون لوكي Et ça m'a... D'ailleurs, on a eu le prix de la meilleure image à Liège. Ouais. Parce que le film, c'est un parti pris. Mais le petit, c'est le cher au coulo des extérieurs. Film qui a mis la caméra à l'épaule. Donc, tout a été fait caméra à l'épaule avec des plans séquences de 5 à 7 minutes. Donc, physiquement, c'était très éprouvant. Bon, blan ouahid li meddash à l'épaule. Mal qu'ina li jed bit drone. Mal qu'alash kifash yfixé. Et quand fixé au drone, quand c'est donc. مي جي تو فيز ماكينه ركبت في الكوفر ركبت في ما خليت ما درت طلع نزل طلعت الجبل هو الجبل دونك سي 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 دي بارتي بري لي افيك دو ريكول قلت دابا تنقول كون ميم جي بري ان ريسك مونومونتال وماشي غير انا جي بري ان ريسك وجار فيه ايكيب كامله وجار فيه رشيد اللي مخلص من جيبو بزاف ديال الحوايج سي بور سا كو
je ne remercierai jamais Asser Rachid pour cette confiance. En fait, j'ai fait mon premier long métrage à 22 ans. J'ai fait Flansas, les qui ont 46 ans, mais ils n'ont pas fait leur premier long métrage. J'ai fait 20 ans d'expérience d'un coup. انا جو انفيت فيفمون لي فوار الخدمه ديال حمزه نورمالمون انا الوقيته اللي كنهضر معاك فيها نورمالمون غادي نابلوديو هادشي سور يوتيوب دونك غادي يكون في الديسكريبسيون غادي نحط بيان سور لي ليان وغادي نابلوديوهم اوسي سور لي بلاتفورم ديال لي بودكاست هذا وي جوبونس كو هما كيكون فيهم اون بارتي ديسكريبسيون ديال اللي ما عارفاش مي غادي يكون فيهم لي ليان مي دفاسون حمزه عطيفي الا قلبتوا عليه في يوتيوب تشوفوا الشوريل ديالو وتشوفوا سورتو لي كور ميتراج ديالو اللي تقدروا تتفرجوا فيهم تعطيكم واحد النبره على الخدمه ديالو هاد القصه هادي هي اللي كانت جمعتنا شحال هادي فواحد لو تورناج وكنتي عاودتي لي انا je me rappelle j'étais très étonné qu'un goul wow parce que عارف بالله تقدر ترياليزي جون ماشي مشكله انا بور موا زعما نهضر على تقدر ترياليزي جون كتكون عندك واحد ولكن فاش كتكون دي او بي وكيفاش فسرنا في هذه الحلقه ولا في هذا البودكاست كامل سي كو عندك اودلا دو لارتيستيك دي بريروغاتيف تكنيك دو سافوار فير اللي خصهم يتحطوا ويكونوا ما مزقولينش ما فيهمش نقاش ما خصهمش يتزقلو اي با كو تكنيك ميم اون تيرم دو لوجيستيك اي لا جيستيون هومان لا جيستيون هومان خدمتنا راه يكذب عليك الكذب راه 60% سي كو دو لومان سي 60% دو لومان 20% دو لا تكنيسيتي 10% دو سافوار فير و تتبقى واحد 10% فيها لو طالون لو جيني و داكشي دونك الا كنتو كتيقوا بداكشي ديال لو طالون اكزيست Mais ce qui existe vraiment, c'est le travail. C'est le khidma. Radik 10%, donc c'est presque 90%, c'est la gestion de l'homme et le savoir-faire dialogue et ce que tu peux faire dans des conditions. Parce que n'oublions pas quand on est. Moi, j'estime que c'est une chance. Le Maghrib, on arrive à faire des films avec petit budget. Très petit budget. Comparé avec à tous les moyens qu'on peut avoir. Ouais, d'accord. T'as l'avantage, Diana, par rapport. Je pense parce que quand tu fais des choses avec petit budget, là, qui dit le budget, qu'est-ce que ouais, il est de bon cadre dire des merveilles, des moins et merveilles. Et généralement, c'est l'inverse. Faut que j'ai le budget, 80. D'accord. Ok. Parce que en fait, le fakr, tu as des astuces et de trouver des nouvelle façon de raconter les choses. Oui. Donc ça te pousse à être créatif. Les moyens, tu as le mot que tu veux dire, les gars, c'est bizarre. J'ai envie de dire, les moyens te limitent. Mais Aline, exactement, c'est le trop plein de moyens. Parfois, ça, c'est bien parce que tu dis, elle l'a. Et à toi de prouver comment tu peux faire. Différemment, autrement. Alors, les choses, parce que je n'ai pas eu la chance d'être dans une famille artistique ou qui a une relation avec le cinéma. Donc, je suis allé dans le cinéma de Lynx à Casa. En attendant que je commence la séance, ils faisaient des vitrines avec des photos du film. Des photos, comme ils mettent en place. C'était des photos. وانا كنت كنقول هاد الديريكتور فوتو واقيلا هو اللي كيصور هاد التصاور باش نقول لك شحال هادي كانت بالنسبه لي المخرج هو اللي شاد الكاميرا هو اللي كيصور اون توكا في هاد لا سيري ديال لي بودكاست اللي بديناها اليوم مع حمزه عاطفي وهضرنا على لو ميتيه ديال تي او بي ديريكتور دو فوتوغرافي الغرض منها اننا نبينوا هاد لي ميتيه نهضروا عليهم و بيتيتغ ميم انسبيري des jeunes garçons et filles parce que c'est important de le dire c'est un métier qui a besoin de beaucoup de vision li tkoun mختلف ماشي تنقول زعما plus de femmes ولا خص تكون واحد la vision مختلفة parce que ça ramène une sensibilité بالنسبة للناس اللي peut-être يبغيو يتلاحوا لهاد زعما quand je dis يتلاحوا c'est question de courage c'est ماشي داك التطفل Voilà, c'est plus pas du tout. Assumer une responsabilité ou de goul, je veux faire et je vais le faire. Exactement. Et quand je dis tlehou, pour moi, c'est plus dans la terminologie de
se jeter, se lancer. Ouais. Ma tqachi qadiya ديال لا راه ما يمكنش ليا خصني تنقرا هادي تندير هادي تمشو تلانسا بدا راه تقدر بدا تخدم لا لوميير في البيت ديالك. ان توكا شكرا لكم كاملين اللي الا تسنتو هذا بروميير بودكاست الصاط والله ما عارفش كيفاش خصني نتعامل فيه دابا المهم ما عليناش انا داير الراديو زعما تيست تيست اي سا مون في بليزير دو بارطاجي مع واحد الشخص اللي عزيز عليا بزاف اللي هو حمزه عاطفي واللي جات لوكازيون خدمنا في دو بروجي وباقي نخدموا في دوتر بروجي انصامبل. ان توكا الحاجه الوحيده اللي نقول لكم ما تنساوش تفرجوا افلام ماكسيموم تفرجوا لي سيري ماكسيموم عيشوا لا بوتي ديال السينما كي نو في ريفي خصوصا في هذه الوقيته اللي مسدودين لي سال دو سينما اي سورتو جانفيت لي جون انهم يقلبوا على لا سينيماتوغرافي ماروكان يرجعوا يتفرجوا في الافلام المغربيه بون سي ديما حنايا عندنا واحد لو ريغار ان بو ماشي احتقاري للخدمه ديالنا مي ديما باقي عندنا واحد لو كومبلكس دانفيريوريتي بارابور او سينما اترانجي راه اون بو تروفي دو بو دون سو كون في وي اي غير خاصنا نعطيه الخاطر حتى هويا ما يكونش عندنا الاحكام المسبقه ديال وراه عافي المغرب راه بغاو يديروا راه هاتي ديغنييرمون جي في اون فيديو بيتيتر كو ميم جو ميت لو ليان في لا ديسكريبسيون كنهضر على الديسكريبسيون ما عرفتش كاع واش غتكون الديسكريبسيون ولا لا ديال واحد لي جون ماروكان كي اون في اون بارودي ديال بيكي بلايندرز اي جي بوكو ايمي لا سينيماتوغرافي علاش لان كيما قلتي با دو مويان بوكو دو كرياتيفيتي اكزاكتو ما كاينش الماده ما كاينش لي مويان ولكن كاين بزاف ديال الاراده وهو لو بلوس امبورطون. C'était l'épisode numéro 1 du podcast Soulima. On a quand j'ai eu l'air, bah, blachi, y'a machin le chmis. Chokra l'ek, Hamza Hatifi. Dédicace à Ali Hassan. Dédicace à Ali Hassan. Salam alaikum. Chokra. Merci.